سطرت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية بسا برنامج خاص من خلال متابعة تموين السوق من خلال اللجنة الولائية المتعددة القطاعات، لتحرص على متابعة السوق يوميا ودوريا، وكذلك إضافة إلى الأعوان الرقابة لمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية تبسة، والحرص على المتابعة الدورية لوفرت هذه المواد بطبيعة الحال مواد وسائل في السلك، وكذا تحذيرات لشهر رمضان المبارك من خلال فتح الأسواق الجوارية على مستوى ولاية تبسة، كذلك على مستوى الدوائر الكبرى، حيث تم فتح لحد الآن 5 أسواق جوارية على مستوى ولاية تبسة، على مستوى دائرة بير العاتر، دائرة الشريعة، دائرة الوانزا، دائرة نجرين.